الاولاني كده دي كويسه لوحدها كويسه منفصله لكن اشتغلها انت على نفسها وعاوزين تسيبوه سيبوه عاوزين تتشال الحاجات دي زي ما يكون ازاله بس كده الطوب اللي على الوش ده ممكن يبقى فكره تاني الفكره الثالثه اللي زي ما بقول انها ممكن تحط فيها رب لكن انا يعني شوفوها ايه برضه المتناسب مع شملكم ومفهومه ويتعمل لكن انا شايف ان في حاجات تحس انها يعني مثلا شايف يعني في الاتجاه ده كده في حته كده زي ما يكون فيها شويه كاسف كده احساسي كده بس ممكن يكون الشكل بتاعها مش كده فدي يعني يبقى منصب اللي من الناحيه الثانيه هيوصل لغايه هنا الاسهل هي بنعملها واحده العربيه اللي هتشيل فتشيل مفهوم هو لما تراوغ علينا على طول على طول على مستوى دورات الميه لا دورات الميه ممتازه هتنضف عليك اليوم طلعنا له الشيك بتاعه والفلوس بتاعته وان شاء الله وعملنا كشف للادوات والاجهزه والاساس اللي احنا محتاجينه في الفصل ان شاء الله على يوم